أكتر حاجة ضايقتك حد مثلا قال نقد مثلا اتهام، أكتر حاجة ضايقتك إيه؟ في دور مثلا أنت عملتيه؟ لا، أكتر حاجة ضايقتني من ساعة ما بدأت تمثيل هو في بروجرام ومذيع مشهور جدا وكلمني باللغة العربية الفصحى بتاعته، وأنا بحكم عدم تمرسي في أعماق اللغة العربية بتاعتنا فما فهمتش الكلمة اللي هو قالها لي. دي لحد النهاردة أنا حاسة كأن حد داني على قفايا كده وأنا ما خدتش بالي. ممكن أعرف إيه يعني؟ هي إيه؟ أو هو مين؟ اختاري حاجة منهم. هو أوكي. إيه؟ خلينا يبقى هو مين، مين أحسن؟ مين بقى اللي ضايقك؟ مفيد فوزي ضحك عليا بالمفردات بتاعت اللغة العربية الفصحى. كان المفروض لو أنا فهمت معنى الكلمة أنا كنت هعرف أرد كويس. وفهمتي بعديها بقد إيه؟ بعد ما اتفرجت؟ تاني يوم فهمت من نادية لطفي إن للأسف إن لأن هي مش متمرسة في اللغة العربية معرفتش ترد عليه، هي مش فاهمة. وهي اللي فهمتني معنى الكلام يعني. بس أنت جريئة يعني، ممكن ترد لو كنت فاهمة ساعتها طبعاً. الكلمة ممكن ترد عليه طبعاً، حتى لو مفيد فوزي نبي يكشي يكون مين. ما عدا ربنا. هو ده الحاجة الوحيدة اللي ما بقتربش منها. طب ايه المرة الوحيدة مثلا اللي تفتكريها ان انت ما عرفتيش تردي او ما قدرتيش؟ هي دي. ما انت ما كنتش فاهمة كان بيقول ايه. ما هو هي دي المرة الوحيدة اللي انا بصف فيها نفسي فيها بالغباء. لكن مستحيل ان انت تكوني فاهمه هو بيقول ايه وتسكتي حتى لو حاسه ان في اهانه في الموضوع يعني. لا لا، انا طول الوقت للاسف ان انا طول الوقت بحط حسن النيه في اي حد بيكلمني، يعني بقول مش معقول يبقى بيكرهني، لانه لو بيكرهني مش هيقوم من مكانه ويمشي ويبذل عناء ويضيع 5 دقايق مع واحده ما بيحبش يبص.